عام 2018 وادي سيليكون كاليفورنيا. في القبو الثالث من متحفه الخاص توشك خوارزمية التعلم العميق للملياردير إدريان برين على تحقيق هدفها، فك شفرة الكتابة الهيروغليفية. في بداية القرن التاسع عشر، وبينما كانت الحملة المصرية تخفق تماماً، أهمل العلماء الفرنسيون حجر رشيد. خلال القرنين التاليين وقعت الآثار المصرية تحت رحمة اللصوص، فاغتنت المجموعات الخاصة على حساب المتاحف الوطنية. اليوم بعد أن دفع أعلى سعر في السوق السوداء للحجر الثمين، يوشك هذا الملياردير أن يصنع التاريخ. لكن لا شيء من هذا حدث. في عام 1799 ستسمح لنا العناية الإلهية بكشف سر الكتابة الهيروغليفية. تاريخنا ليس سوى سلسلة من الأحداث المدهشة، يستطيع كل منا أن يؤثر في مجراه، من ولادة إمبراطورية عمرها 1000 سنة إلى انهيار حضارة مزدهرة، من العبقرية الإبداعية لحفنة من الرواد إلى ثورة ثقافية عالمية، من أسوأ الرؤى الاستبدادية إلى أبشع الحروب الكبرى، ومن المقاومة البطولية لشعب كامل إلى التصميم الحديدي لأقلية معينة. إن أبسط القرارات التي نتخذها قد تؤثر في مستقبل البشرية، وبمعرفة الماضي نستشرف المستقبل. في 21 من تموز يوليو عام 1798 معركة الأهرامات، غزا الجنرال بونابرت مصر. في 15 من تموز يوليو عام 1799 وجد الملازم بوشار بالصدفة حجراً مصرياً غريباً. في 14 من أيلول سبتمبر عام 1822 استطاع جون فرانسوا شامبليون فك لغز الهيروغليفية. هذه الأحداث الثلاثة المترابطة هي لحظات حاسمة في فك رموز الهيروغليفية، وفتحت الطريق أمام علم المصريات. في 23 من كانون الأول ديسمبر عام 1790 في جاك فرنسا، ولد جون فرانسوا شامبليون في جو سياسي مضطرب. في العام السابق في باريس اقتحم الثوار المسلحون سجن الباستيل. بعد ذلك تعيش فرنسا فترة ثورة. يتحد الملوك الأوروبيون لقمع الأفكار الخطيرة عن الحرية والمساواة. تصارع الجمهورية الفتية على كل الجبهات في ظل فوضى عارمة. يمر الوقت ويتعلم شامبليون الصغير القراءة باكراً، وتسقط الحكومات الواحدة تلو الأخرى، والإرهاب الثوري يجتاح الريف، وتدخل المقصلة لتقليم المشهد السياسي. إنجلترا قائدة التحالفات المتتالية المناهضة للثورة هي العدو، لكن القناة لا تحميها، فالجزيرة خارج متناول جيوش الثورة. لذا وجدوا طريقاً مختلفاً، فغزو مصر قد يهدد الطريق إلى الهند والمصالح التجارية البريطانية. آنذاك كانت مصر جزءاً من الإمبراطورية العثمانية، لكن الباب العالي المليء بالفساد لم يكن يسيطر إلا نظرياً، فالقوة الحقيقية كانت بيد المماليك. عبور البحر الأبيض المتوسط الذي تسيطر عليه البحرية الملكية هو عملية معقدة. لقيادة هذه المهمة الخطيرة اختاروا ضابطاً ترقى بسرعة في الرتب، الجنرال بونابرت. بونابرت الشاب الديناميكي الجريء، مقتنع بأفكار الثورة ومتفان في خدمة بلاده. في وقت قياسي وبسرية تامة جمع بونابرت جيشاً قوامه 40,000 جندي، وهذا ليس كل شيء. ولكونه شغوفاً بالرياضيات وعضواً في معهد العلوم، طلب من عالم الرياضيات غاسبار مونغ تشكيل لجنة من العلماء والفنانين لمرافقته إلى مصر. بعيداً عن الاعتبارات العسكرية، ستكون هذه بعثة علمية وثقافية. بالمجمل، انضم نحو 167 عالماً إلى هذه المغامرة دون معرفة مدتها أو وجهتها بالضبط. في 19 من أيار مايو عام 1798
انطلق علماء رياضيات وكيميائيون ومساحو خرائط وأطباء ومعماريون ورسامون وعلماء نبات جنباً إلى جنب مع قوات الثورة إلى أرض الفراعنة. أهلاً بكم في ذاكرة البشرية. كل أحداث التاريخ مهما كانت صغيرة محفوظة ومتشابكة، وتغير حدث واحد كفيل بزعزعة سائر الأحداث. هنا يمكننا التحكم في الوقت وتحليل ومقارنة ملايين الأحداث لإعادة كتابة التاريخ. لنعد إلى بداية القرن التاسع عشر. لا أحد ولا حتى في مصر قادر على فك رموز النصوص الكثيرة المنحوتة في مقابر الفراعنة أو المسلات التي تحرس مداخل المعابد. لا يعرف المصريون شيئاً تقريباً عن تراثهم القديم الكبير، محيط الحضارة المصرية رغم وجودها لآلاف السنين من الذاكرة، من جزيرة القيامة إلى إمبراطوريات أمريكا الوسطى إلى الكلتيين، هناك أجزاء مهمة من التاريخ لا تزال غامضة. اختفت أجزاء أخرى إلى الأبد ونسي وجودها ذاته، وهذا ما يدفع للتفكير. فمهما كانت قوة واستدامة المجتمع، فإن القدر قد يجعله يختفي إلى الأبد. بمقياس الجنس البشري، الحضارات هشة وسريعة الزوال، ولا واحدة منها في مأمن من النسيان. تشرين الثاني نوفمبر 1798، التحق جون فرانسوا شامبليون بالمدرسة. يفضل هذا الطالب العنيد اللغة اللاتينية واليونانية ويدير ظهره للرياضيات. هذه مجرد واحدة من الخطوات الأولى في علاقة الحب الطويلة بين شامبليون واللغات القديمة. قبل بضعة أشهر وعلى بعد مئات الأميال البحرية، استطاع الجنرال بونابرت الإفلات من الإنجليز والاستيلاء على الإسكندرية. في 21 من تموز يوليو على ضفاف نهر النيل، هزم قوات مراد بيك المملوكية. في معركة ملحمية بالقرب من أهرامات الجيزة، مهد الفرنسيون الطريق إلى القاهرة بإطلاق النار من مسدساتهم. في غضون بضعة أشهر احتل الجنرال بونابرت مصر. منذ ذلك الحين ستستكشف اللجنة العلمية كل شبر من البلاد. يجري المعهد المصري المؤسس حديثاً في القاهرة جرداً ممنهجاً لكل ما يعثر عليه في البلاد، ويضع الأسس الأولى لعلم المصريات. لكن ضغط الأسطول البريطاني يزداد قوة، وفي الأول من آب أغسطس دمر الأميرال نيلسون الأسطول الفرنسي في ميناء أبو قير، مدمراً آمال العودة إلى فرنسا. فيجد بونابرت نفسه في طريق مسدود، فيجبر على البقاء في مصر. أمر رجاله بترميم التحصينات الساحلية في أماكن مثل الرشيد التي سميت بالفرنسية روزيت. في 15 من تموز يوليو عام 1799، أثناء العمل يرفع رجال الملازم بوشارد حجراً أسود ثقيلاً. هذا الحجر الذي كان يهيأ كطوبة بناء أثار اهتمام الملازم على الفور. متعدد المواهب وملماً باليونانية القديمة، أدرك الملازم أهمية الاكتشاف. تحت طبقة من الغبار يحدد بعض النقوش اليونانية، لكن الحجر يحوي نقشين آخرين مكتوبين بشكل مختلف. يبلغ الملازم رؤساءه. أرسل الحجر بسرعة إلى القاهرة، وعرف منذ ذلك الحين بحجر رشيد، وأصبح موضع اهتمام الجميع. بالإضافة إلى اليونانية، حدد النقشان الآخران بأنهما رموز ديمقراطية وهيروغليفية. والأهم من ذلك أن النص اليوناني الذي فكت شفرته بسرعة يشير إلى أن النصوص الثلاثة هي ترجمات للمرسوم عينه، وكان ذلك مفتاح كشف سر الكتابة الفرعونية المقدسة.
لتسهيل دراستها قرروا نسخ النصوص خوفاً من سقوط الحجر في يد الإنجليز. وصلنا إلى نقطة التحول. نقطة التحول هي لحظة حاسمة ومفترق طرق في تاريخنا، يمكن لعالمنا أن يتحول فيها من مسار إلى آخر. حجر رشيد جزء من نصب لمرسوم صادر عن الفرعون بطليموس الخامس عام 196 قبل الميلاد. النص مكتوب بثلاث لغات، الهيروغليفية في الأعلى والديموتيقية في الوسط واليونانية في الأسفل. نظرياً، فهم محتوى أحدها سيسمح بفك تشفير النصين الآخرين. اكتشف الحجر من قبل ضابط متعلم يمكنه قراءة اليونانية. وقعت هذه الحادثة الفريدة في يد شخص نادر كان قادراً على فهم أهميتها. كما قال لويس باستور ذات مرة، الفرصة تفضل العقل المستعد. لو كان شخصاً جاهلاً باللغات القديمة، ربما كان قد استخدم ذلك الحجر كردم دون أن يعرف أحد وجوده. لولا اكتشاف حجر رشيد لما أصبح علم المصريات بهذه الشعبية، ولربما استمر تجاهل التاريخ المصري أو إهماله، ولوقع التراث المصري ضحية للنهب من قبل صائدي الكنوز وتبعثر بين المجموعات الخاصة في جميع أنحاء العالم. آذار مارس عام 1801، شامبليون في عمر 10 سنوات ينضم إلى شقيقه في غرينوبل. بدأ يدرس اليونانية القديمة واللاتينية وكذلك العبرية والعربية والسريانية والكلدانية، ثم انتقل إلى الفارسية والقبطية، فعلم الآثار هو شغفه. عام 1804 درس في ثانوية إمبريال. بعد تحول الجمهورية إلى إمبراطورية أصبح لفرنسا قائد جديد، الإمبراطور نابليون بونابرت. 5 سنوات قبل ذلك كان هذا الجنرال في جيش الجمهورية قد هرب من مصر خوفاً من دوريات البحرية الملكية الإنجليزية. في 22 نوفمبر عام 1799 نصب نفسه على رأس الدولة بانقلاب عسكري جريء. بفضل رسائله الذكية طغت انتصاراته العلمية على فشل حملته العسكرية في مصر. لكن عودة اللجنة العلمية إلى الوطن محملة بالوثائق والملاحظات والرسومات والتحف المصرية العديدة لم تتحقق من دون حل وسط. يعرض الأسطول الإنجليزي عودة آمنة مقابل جميع الأعمال العلمية. تضحية هائلة. بعد مفاوضات شاقة سمح للفرنسيين بالاحتفاظ بأبحاثهم الثمينة، لكن البريطانيين يتوقفون عند أكثر الاكتشافات الأثرية جاذبية وخاصة حجر رشيد. هذه خسارة كبيرة، ولكن في حقائب الفرنسيين كانت نسخ النصوص التي على الحجر قد حفظت إلى جانب رسومات دينون الرائعة وغيرها من الأوصاف الدقيقة لمصر. بين عامي 1802 و1826 أعيد تجميع هذه العناصر الثمينة بصبر في عمل ضخم هو وصف مصر. يجذب حجر رشيد على الفور انتباه المجتمع العلمي وخاصة اهتمام الإنجليزي توماس يونغ. يشرع العالم بالعمل فوراً. هدفه جعل الحجر يتكلم ويكشف أسرار الهيروغليفية. في عام 1808 وصلت إحدى نسخ الحجر إلى شامبليون ذي 17 عام. عام 1814 راسل الجمعية الملكية طالباً نسخاً أفضل. يكتشف توماس يونغ سكرتير المنظمة المرموقة آنذاك أن لديه منافساً في فرنسا. كان رد يونغ على شامبليون واضحاً، النسخ الفرنسية بنفس جودة الإنجليزية، لذا لا داعي لإرسال أي شيء. وسرعان ما سمع شامبليون عن أبحاث يونغ فعرف أن لديه منافساً في لندن. يمكن أن تحجب إحدى الكتابات كتابة أخرى،
عندما اكتشف حجر شيد، كان فهم الكتابة الهيروغليفية المصرية قد اختفى منذ نهاية الإمبراطورية الرومانية، مع أنها كانت تستخدم لأكثر من 3000 عام، لكنها كانت حكراً على الكتبة وهم طبقة رسمية صغيرة ولم تكن معروفة إلا لعدد قليل من الناس. عام 391 حكم الإمبراطور الروماني ثيودوس الأول على الرموز المقدسة بالنسيان عندما أمر بإغلاق المعابد الوثنية. الهيروغليفية المصممة للنحت هي أساساً رمزية يسهل التعرف عليها من رموزها التي تمثل الأشياء. مع مرور الوقت تم تبسيطها ومالت نحو التجريد، أصبحت خطية فمتصلة لتنقش بسرعة على الرق أو ورق البردي. تصبح الكتابة أكثر بساطة مع الديموتيقية، الكتابة الشائعة في الحياة اليومية وهي بعيدة عن سلفها الهيروغليفية. تظهر القبطية المستندة إلى الأبجدية اليونانية والتي لا تزال تستخدم كلغة طقسية. في عصر شامبليون كان المصريون يستخدمون اللغة العربية. بالنسبة للباحثين، فك رموز الهيروغليفية يعني السفر عبر الزمن عبر طبقات لغوية مختلفة، وهو إنجاز أثري حقيقي تعطي معرفة اللغات الوسيطة أفضلية كبيرة. يحرز يونغ أول تقدم ويشير إلى أن الديمقراطية ليست مجرد أبجدية، بل هي مزيج بين الهيروغليفية والأبجدية. بفضل اكتشافات الباحثين الآخرين، يعرف أن الخرطوش ذات الكتابة الهيروغليفية المتعددة تحتوي في الواقع على أسماء الفراعنة، تدفعه طريقته الرياضية إلى تجاهل الرموز التي يراها غير ضرورية. يبدو أن يونغ يتقدم خطوة إلى الأمام. الثامن عشر من يونيو حزيران عام 1815، معركة ووترلو. الجيش الإمبراطوري الذي قاتل وحده أوروبا كلها هزمه حلف بقيادة إنجلترا، ويتنازل نابليون عن العرش بعد أيام قليلة، ويوضع شامبليون المناصر للإمبراطور تحت المراقبة. في آذار مارس عام 1816 أجبر على مغادرة المدينة وتعين عليه توقيف بحثه لمدة عام. يواصل يونغ العمل بمفرده. ينشر الإنجليزي مقالاً في الموسوعة البريطانية بريتانيكا مدعياً فيه اكتشاف مبادئ الكتابة الهيروغليفية. لقد استطاع تمييز اسم الفرعون بطليموس بنجاح، وذلك بفضل عمليات التحقق المتقاطعة، لكنه لا يزال غير قادر على قراءة الهيروغليفية. لم يعثر على مفتاح فك التشفير. سيذهب شامبليون إلى أبعد من ذلك بكثير. الفرنسي مقتنع تماماً أنه ضمن العبارة عينها يمكن استخدام العلامة كرمز لكلام أو لصوت. ووفقاً له، فإن الكتابة الهيروغليفية هي مزيج من الرسوم الفكرية الإيديوغرام والرسوم الصوتية الفونوغرام. إضافة إلى المربع الذي يحتوي أسماء الفراعنة المعروفين، سيساعده هذا الاكتشاف الكبير في عزل 12 علامة صوتية. إنها البداية. في صباح الرابع عشر من أيلول سبتمبر عام 1822، يتسلم نسخة من خرطوشة من أحد معابد أبو سمبل. بدأ بدراستها فوراً. بفضل عمله السابق، يعرف علامتين أخريين هما العلامة التي تشبه الأس المزدوجة. وفق نظريته، يمكن قراءة العلامة الأولى الشائعة جداً والممثلة للشمس كرمز لإله الشمس أو بنظيره الصوتي في اللغة القبطية راء. واستطاع أيضاً فك رموز العلامة الموجودة في المنتصف بفضل معرفته الثمينة بالقبطية، وهي ميزة يفتقر إليها يونغ، وتقول احضر إلى العالم، والتي تلفظ مايس أو ميس. وهذه العلامات مجتمعة تعطي راميسس أو صوتياً راميسس، والتي تعني رع، هو من أنجبه.
لأول مرة منذ 1400 سنة في ذلك اليوم من عام 1822 استطاع شخص قراءة اسم فرعون قوي باستخدام الرموز الهيروغليفية. تقول الأسطورة إن شامبليون وصل إلى منزل أخيه صارخاً: وجدتها، ثم أغمي عليه من الإرهاق. بعد بضعة أيام فصل اكتشافه في رسالة إلى أكاديمية النقوش والآداب الجميلة. شعر توماس يونغ بالإهانة لأن اسمه لم يرد سوى مرتين في منشور شامبليون الشاب الفرنسي الطموح الذي يصغره ب17 عاماً. في رسالة مجهولة التوقيع يصف عمل شامبليون بأنه امتداد لعمله. صناعة التاريخ. توماس يونغ بعد أن وضع سمعته وقدراً كبيراً من الطاقة في القتال هزمه أخيراً عالم فرنسي شاب. محبطاً يضاعف يونغ جهوده لنشر عمله مجادلاً بأن اكتشاف شامبليون يعتمد على أعماله. حقيقة واحدة واضحة هي أن كل البحث العلمي يقوم على مجموع المعرفة المتراكمة لدى الآخرين. عام 1809 بعد عملية طويلة لتصنيف جميع أنواع الفقاريات وضع عالم الطبيعة الفرنسي لامارك نظرية حول تطور الأنواع وتستند جزئياً إلى مبادئ طورها أرسطو. بعد 50 عاماً أكمل داروين هذه النظرية بإضافة مفهوم الانتقاء الطبيعي. عام 1859 نشر بحثه حول أصل الأنواع وهو عمل علمي أساسي يشرح مبادئ التطور. اليوم يعرف الجميع داروين، ولكن كم من تلك الشهرة مدين به لي لامارك؟ 1826 عين شامبليون مسؤولاً عن المجموعات المصرية في متحف اللوفر. إنه لشرف كبير، يصبح إثراء المجموعات أولوية شامبليون. في عام 1828 يحقق شامبليون حلمه حين يخطو خطواته الأولى على الرمال المصرية في مهمة علمية. يصعد النيل حتى الشلال الثاني ويتأكد بنفسه من صحة عمله. بعد أن اكتفى لسنوات بمجرد نسخ محدودة أصبحت لديه أخيراً أمثلة متعددة من الهيروغليفية المنقوشة أو المرسومة على المعابد والتماثيل والتوابيت وورق البردي. عند عودته عام 1830 انتخب في أكاديمية النقوش والآداب الجميلة، ثم حصل على أول كرسي للآثار المصرية في العالم أنشئ خصيصاً له في مؤسسة كوليج دو فرانس. ألقى محاضرته الافتتاحية عام 1831، لكن المرض غيبه عن العالم في 4 من آذار مارس عام 1832. لم يرى أبداً حجر رشيد بنفسه، لكنه حقق أهدافه. فتح هذا العالم الشاب الشغوف بالشرق الذي دخل التاريخ باعتباره مفكك رموز الهيروغليفية الطريق إلى علم المصريات، وبفضله نعرف اليوم الكثير عن 3500 عام من التاريخ المصري القديم. ومع ذلك لا يزال هناك الكثير من الألغاز التي يجب اكتشافها، لكن تلك قصة أخرى. ما هو القانوني؟ عام 2004 طلب المجلس الأعلى للآثار في القاهرة من المتحف البريطاني إعادة حجر رشيد الذي عثر عليه في الأراضي المصرية ونقل بشكل غير قانوني إلى إنجلترا. بالنسبة لمتحف لندن الذي حمل الحجر لأكثر من قرنين، أصبح الحجر جزءاً أساسياً من التراث البريطاني. قد تكون مسألة إعادة الممتلكات التي استولي عليها أحياناً أثناء الهيمنة الاستعمارية أو عمليات عسكرية مسألة معقدة، ولكن يجب حماية آثار الماضي من الزمن وغيره من العوامل والأهم من البشر. يذكرنا نهب الكنائس والقلاع أثناء الثورة الفرنسية أو تدمير معابد تدمر من قبل داعش عام 2015 بأن التراث الإنساني هش. يضاف إلى ذلك السوق السوداء الأقل ظهوراً لكنها مدمرة بالقدر نفسه للآثار. كل الدول ضحايا ومشاركة في هذا.
علمنا حجر رشيد أن كل خراب يمكن أن يخفي سراً لا يمكن قياسه. عمل شامبليون على نسخ معيبة لهذا الحجر، لم يكن يستطيع الوصول إلى الأصل لأنه كان يقع في بلد يصارع بلده. اليوم يسمح لنا بحث بسيط عبر الإنترنت برؤية صور عالية الدقة للحجر. يتيح المتحف البريطاني حيث يوجد الحجر للجمهور حرية الوصول إليه، فهو متاح للجميع بدون قيود.